شرفتنا بالإيمان بك وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك، أعنا على طاعتك فيه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنشرح فيه إزاي تعمل استعادة ضبط المصنع للتلفزيون بتاع LG Smart TV اللي شغال بسيستم OS. السيستم ده بتعتمد عليه LG، تمام، في تشغيل الموديلات العالية من التلفزيونات بتاعتها السمارت أو السمارت اللي معاها 3D، تمام. في بعض الاحيان بتواجهك مشكله زي اللي واجهتني من فتره، من يومين كده، ان اليوتيوب ما عادش شغال، بيقول لك تشيك يور كونكشن، الكونكشن فيه مشكله. فالنهارده هشرح لكم ازاي نعمل استعاده ضبط المصنع للسمارت تي في بتاعي من LG، تمام. الاول هتروح للسيتنج. في اكتر طريقه انك تروح للسيتنج، ممكن ان انت تتك على زرار الهوم، اللي هم كلنا عارفينه الزرار ده، تمام، في الماجيك ريموت، وتروح للسيتنج، وتروح كده لدايرة السيتنج دي. بعد كده هتروح على الادفانسد. من الادفانسد هنروح للجنرال وننزل ريسيت تو انيشال سيتنج. التكة بيقول لي انت متأكد ان انت عاوز تعمل استعادة ضبط المصنع للتي في، بقول له كونفيرم. هو بيبدأ يدلت كل حاجة على الميموري بتاع التي في، وبيبدأ يمسح كل البرامج وكل حاجة وينزل السوفت وير من جديد لاستعادة ضبط المصنع او الفاكتوري سيتنج. بياخد وقت يدوبك بسيط جدا، وبيبدأ باللوجو بتاع التي في والسيتنج من اول وجديد، كأننا شارين التلفزيون، كأننا لسه مخرجينه من الكرتونة بتاعته. لسه هو بيعمل استعداد كده، بدأ كأني لسه شاريه من جديد. هنطفي التي في، وهشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله في ازاي تعمل سيت اب للسمارت تي في بتاعك اللي شغال بالويب او اس تي في من شركة LG. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا في فيديو جديد من الفيديوهات على مدونة اعجبني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.